الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالناس لا يفصل النزاع بينهم إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. والدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل من الأرض وامحت بالكلية، خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. وجماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه، والدليل قال الله قال رسوله. فإن العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، فالشأن أن نقول علم، وهو النقل المصدق أو البحث المحقق، فإن ما سوى ذلك وإن زخرف وراج بعضه على بعض الناس فهو خزف مزور، وإلا فباطل مطلق. وقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وأخرجه غيره في غيره، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بقول الشاعر: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهو عجز بيت لطرفه، صدره: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقديما قال الشاعر: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى، فلم يستدين النصح إلا ضحى الغد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. والله تعالى المستعان وعليه التكلان
وهو حسبنا ونعم الوكيل. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك كمال العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وأصلح بالنا، وأحسن عاقبتنا، وأحسن عاقبتنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحمنا وارحم أبناءنا، وارحمنا وارحم بناتنا، وارحمنا وارحم نساءنا، وارحمنا وارحم إخواننا، وارحمنا وارحم أخواتنا. اللهم ارحمنا وارحم سائر المسلمين والمسلمات. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أحسن ختامنا، 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 واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما وطن. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وأحسن عاقبتنا، وأحسن عاقبتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم يسر أمورنا، يسر أمورنا، يسر أمورنا، وارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من الرياء، وأجرنا من النفاق، وأجرنا من السمعة، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا مخذولين، ولا مبدلين ولا مغيرين. يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، اللهم عافنا وعاف آباءنا، وعافنا وعاف أمهاتنا، وعافنا وعاف نساءنا، وعافنا وعاف إخواننا، وعافنا وعاف أخواتنا، وعافنا وعاف أبناءنا، وعافنا وعاف بناتنا، وعافنا وعاف إخواننا، وعافنا وعاف أخواتنا.
اللهم عافنا وعاف أبناءنا، وعافنا وعاف بناتنا، وعافنا وعاف آباءنا، وعافنا وعاف آباءنا، وعافنا وعاف أمهاتنا، وعافنا وعاف أمهاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأخذل بقلوبنا عليك، وأحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.